ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من باريس المعارض الإيراني دافيد عباسي، وأهلا بكم. أبدأ معك سيد دافيد، إذا هذه العملية واغتيال قاسم سليماني ربما هل يبدل المشهد الداخلي في إيران؟ مرحبا ومساء الخير أخ محمد سياد. في داخل إيران طبعا بتغير مع الأسف بده يستفيد النظام الإيراني من هذه القضية، لأن كما تعرفون كان مظاهرات فخمة جدا في أشهر الماضية، ولكن مع قاسم سليماني كما رأيتم في لبنان في العراق وحتى في إيران النظام استطاع أن يخرج الناس على الشوارع، والغضب غضب الشعبي ومع الأسف استفادة من هذا الاغتيال نظام الإسلامي في إيران مع الأسف. نعم.